السلام عليكم ورحمة الله. رح نشتغل اليوم application عن درس algebraic expression. exercise 1 عم بيقول لي given the expression c of x بهذا الشكل. بأول سؤال عم بيقول لي expand and reduce c of x. إذا حبلش هلأ بالحل. فإذا c of x بهذا الشكل 5x minus 3 quantity square minus 6 into 3 minus 5x. طيب فإذا أنا بدي أعمل لها هلأ expand. فإذا هذا الإكسبرشن هو شكله a minus b quantity square. فإذا على الريماركبل ايدنتيتي حتصير a square minus 2ab plus b square, لأنه هذا الشكل هو a minus b quantity square. فحتصير a square minus 2ab plus b square. فبصير عندي 5x كلها square minus 2 مضروبة ب 5x مضروبة ب 3 plus 3 square. هلا هيدي ال minus 6 بدي اضربها مرة بال 3 ومرة بال 5x. فإذا minus 18 plus 30x equal. هيدي ال power 2 هي لل 5 ولل x. فإذا عندي 25x square 2 بدي اضربها بال 5 وبال 3. فإذا 10 times 3 minus 30x plus 9 minus 18 plus 30x equal. هلا x square ما عندي إلا هيدي, إذا لحطها هي 25x square minus 30x plus 30x حيروحوا, بضل عندي plus 9 minus 18 واللي هي minus 9. هيدي هي. فإذا هيك بكون عملت expand and reduce لل c of x. عم بقولي بنفس السؤال then solve c of x equal 16. فإذا بدي حل هلأ c of x equal 16, وكلمة solve بدك تلاقيلي بالنهاية x شو بتساوي. يعني أنا بسقول solve, فإذا جواب النهائي بدي يكون x equal. طيب بما انه عم بقول لي solve c of x equal 16, يعني عم بقول لي solve c of x بتساوي رقم منه صفر. لو كانت c of x equal 0 فاذا بدي اخذ الفاكتورايزد فورم. بس عم بقول لي c of x equal رقم شو ما كان هذا الرقم غير الزيرو, فبدي اخذ الاكسباندد فورم. فاذا بدي اخذ هذا الشكل, فاذا لاحظت 25x square minus 9 equal 16. فإذا 25x square equal 16 plus 9. فإذا 25x square equal 25. أكيد في حل على طريقتين هيدي. في يقول إنه الx square بتطلع 1 وبياخد plus أو minus بالراديكال, أو في اشتغل بطريقة هون لازم انتبه لها إنه هيدي 25x square. إذا ال 25 جبتها لهون فإذا هيطلع عندي minus 25 equal 0. بما إنه equal 0 فلازم تكون هيدي in factorized form. فإذا بدي أعمل لها factorize, هيدي شكلها a square minus b square, يعني هي 5x كلها square minus 5 square equal 0. فإذا 5x minus 5 into 5x plus 5 equal 0. فإذا أول term equal 0 or تاني term equal 0. فإذا 5x equal 5, يعني x equal 5 over 5 اللي هي 1, or 5x equal minus 5, x equal minus 1. هيك بكون عملت solve. برقم 2 number 2 عم بيقول لي factorize c of x. بدي اعمل factorize لل c of x.
هلا لأعمل فاكتورايز للسي اوف اكس، في اكتب هذا الشكل اللي بالاول واعمل له فاكتورايز، او في اكتب الشكل اللي طلع معي بما انه ما حدد لي، بما انه ما قال لي ايوه هو الشكل اللي بدي اعمل له فاكتورايز، ففي نقي انا الشيء اللي بدي اياه، الشيء اللي بكون اسهل علي. اكيد انا اسهل لي اعمل فاكتورايز لهذا الشكل اللي طلع معي بالاخر. اذا لاحظت انه سي اوف اكس بيساوي 25 اكس سكوير ماينس 9 بيساوي هيدي هي 5x كلها سكوير ماينس 3 سكوير، فإذا هي a سكوير ماينس b سكوير، فحتصير 5x ماينس 3 5x بلس 3. هذا هو الفاكتورايزد فورم للسي. بنمبر 3 عم بقول لي كالكوليت سي اوف راديكال 2. شو يعني سي اوف راديكال 2؟ طب ما هيدا الشكل هو سي اوف اكس، سي اوف راديكال 2 يعني محل الاكس بدي حط راديكال 2، فاذا سي اوف راديكال 2 ايكوال 5 راديكال 2 ماينس 3 انتو 5 راديكال 2 بلس 3. هلا بما انه عم بيقول لي كالكوليت، بما انه عم بيقول لي كالكوليت سي اوف راديكال 2، فإذا الجواب لازم يكون in expanded form، بينما هون الجواب هو factorized form. بس ما calculate يعني أحسب، فإذا لازم يطلع عندي value بالنهاية، فلازم يكون in expanded form. طيب هاي شو شكلها؟ هاي شكلها a minus b a plus b، أو كان فيه من الأول عوض براديكال 2 هون، نفس الشيء ما لح تفرق، فحتصير 5 radical 2 كلها square minus 3 square equal 25 times 2 minus 9 equal 50 minus 9 equal 41. فإذا C of radical 2 equal 41. آخر شيء عم بيقول لي find the roots of C of X. نحن بنعرف بس يقول لي find the roots، يعني بدي أخذ الإكسبرشن وحطها equal 0، ولكن بما أنه equal 0 فلازم أخذ أنا الفاكتورايزد فورم. فإذا بدي حل هلأ C of X equal 0 لاي، لانه هو قال لي find the roots، فاذا بدي اخد الفاكتورايزد فورم للسي، فاكتورايزد فورم للسي هو هذا، فاذا لحط 5x minus 3 into 5x plus 3 equal 0، فاذا 5x minus 3 equal 0 or 5x plus 3 equal 0. فإذا 5x equal 3 وهون 5x equal minus 3، رح يطلع عندي هون x equal 3 over 5 هون x equal minus 3 over 5 بهذا الشكل. هيك بكون خلصت أول application. طيب هلأ بتاني application بالexercise 2 عم بقول لي given the following expression a of x بهذا الشكل وال b of x بهذا الشكل. اول سؤال عم بقول لي expand and reduce a and b، بدي فكك ال a وال b. خليني اكتب اول شيء ال a of x شو شكلها، اللي هي 36x square minus 49 minus 3 into x minus 1 6x minus 7. طيب انا بدي اعمل هلا اكسباند، اكيد هودي 9 تيرمز ما في اعمل فيهم شيء، 36x سكوير ماينس 49. هون عندي اول تيرم اللي هو ماينس 3 والثاني اللي هو x ماينس 1 والثالث اللي هو 6x ماينس 7. بس يكون عندي 3 تيرمز مضروبين ببعض، بحط اول تيرم مثل ما هو ما بتدخل فيه، وبضرب التيرم الثاني مع الثالث، ولكن اكيد هذا اول تيرم مضروب فيهم كلهم، فعشان هيك بحط parenthesis وبضرب تاني تيرم مع تالت تيرم. فاذا x بضربها مع 6x اللي هي 6x سكوير على طريقة distributivity، x مع minus 7 هي minus 7x، minus 1 مع 6x هي minus 6x، و minus 1 مع minus 7 هي plus 7 بهذا الشكل. equal 36x square minus 49. هلا الماينس 3
بدي اضربها بكل شيء جوا. فإذا minus 18x square plus 21x plus 18x minus 21 equal بجمع اللي عندهم نفس الـ variable ونفس الـ degree مع بعض. هيدي 36x square وهيدي x square، فإذا 36 minus 18 اللي هي 18x square. هلأ بالـ x شو عندي؟ 21 plus 18، فإذا 39 ما في غيرها، فإذا plus 39x. هلأ بالنسبة للأرقام عندي minus 21 minus 49، فإذا هي minus 70 بهذا الشكل. طيب هلأ بدي أعمل كمان expand للـ b of x. b of x بتساوي رح أنقلها هال b of x اللي هي 3 plus 2x into x plus 7 plus 9 plus 12x plus 4x square equal. أكيد مبيني هون أنه بدي أعمل expand على طريقة الديستريبيوتيفيتي لأنه هيدي ولا ريماركابل ايدنتيتي. فإذا 3x plus 21 plus 2x square plus 14x، يعني 3 مرة مع x ومرة مع 7 و2x مرة مع x ومرة مع 7. هذا parenthesis في قبله plus، فإذا بنقله مثل ما هو. فإذا plus 9 plus 12x plus 4x square. كمان بجمع اللي عنده نفس الـ variable ونفس الـ degree مع بعض، فإذا عندي 6x square. هلأ الـ x في عندي 3x 14x 12x، فإذا عندي 14 plus 3 17 plus 12 29x. وبالنسبة للأرقام عندي 9 plus 21 اللي هي 30. فإذا this is the expanded form of b of x. برقم 2 عم بقول لي factorize a and b. بدي أعمل factorize لل a وال b. كمان مثل ما قلنا لأعمل factorize في أخذ هذا الشكل أو الشكل الأساسي حسب الشيء اللي أسهل علي. هلأ إذا أخذت هذا الشكل هون صعب أعمل له factorize. نفس الحكي بالنسبة لهون، فباخذ الشكل الأساسي اللي عطيني. فإذا الـ a of x هي 36x square minus 49 minus 3 into x minus 1 into 6x minus. بدي اعمل factorize، اكيد بدي بين في شيء common بين هذا الترم وهذا الترم. هيدي اذا بننتبه هي 6x square minus 7 square، هودي اول 2 terms هن هيك minus 3 into x minus 1 6x minus 7 equal. هلا هون هيدي صارت remarkable identity واللي هي a square minus b square، فحتصير a minus b into a plus b، فحتصير 6x minus 7 into 6x plus 7 minus 3 into x minus 1 6x minus 7 equal. أكيد common factor بين بين هذا الفاكتور وهذا واللي هو 6x minus 7، فباخذ هذا الكومون فاكتور بفتح براكت هيدي الاكسبرشن على الكومون فاكتور، حيضل عندي 6x plus 7 minus هذا الاكسبرشن على الكومون فاكتور، حيضل عندي 3 into x minus 1 equal 6x minus 7 البراكت بصير parentheses 6x plus 7 minus 3 اللي حضربها مرة بالx ومرة بال1، فإذا minus 3x plus 3 equal 6x minus 7 6x minus 3x هي 3x plus 7 plus 3 هي 10. فإذا هذا هو الفاكتورايزد فورم لل a of x. طيب ال b of x، ال b of x كمان اللي حرجع اكتبها هي 3 plus 2x
into x plus 7 plus 9 plus 12x plus 4x equal. هلا هذا اول ترم ما في يعمل فيه شيء لانه اصلا هو فاكتورايز، فحاكتبه مثل ما هو. انما هون بدي انتبه انه عندي 3 terms، فاذا انا بدي افكر باول ريمارك بالايدنتيتي او الثانية، ولكن بما انه الاشارات كلهم بلس فاذا بدي افكر باول وحدة واللي هي مبينة انه هي 3 plus 2x quantity square. هلا الكومن فاكتور بين اللي هو 3 plus 2x، فمن اول اكسبريشن حيضل عندي x plus 7 ومن الثاني حيضل عندي 3 plus 2x لانه عندي منه مرتين باور 2 يعني في منه 2 راح منهم 1 مع هذا فبضل 3 plus 2x. كومن فاكتور على طول بكتبه من هو ما بتدخل فيه براكت صار parentheses x plus 7 plus 3 plus 2x equal 3 plus 2x مثل ما هي x plus 2x هي 3x 7 plus 3 هي plus 10 فإذا this is the factorized form of b، فإذا هذا الفاكتورايزد فورم لل a وهذا الفاكتورايزد فورم لل b بهذا الشكل. طيب بعدين عم يسألني بنمبر 3 عم بيقول لي solve a of x equal 0 و b of x equal 30. طب نحن قلنا بس يقول لي equal 0 فإذا أنا بدي أخذ الفاكتورايزد فورم، بس يقول لي equal حي الله رقم غير الزيرو بدي أخذ الإكسباندد فورم. فإذا number 3 أنا أول شيء بدي أشتغل a of x equal 0، بما انه equal 0 فاذا انا بدي اخذ الفاكتورايزد فورم لل a of x. فاكتورايزد فورم لل a of x هو هذا، فاذا لحط 6x minus 7 into 3x plus 10 equal 0، يعني 6x minus 7 equal 0 or 3x plus 10 equal 0، فاذا 6x equal 7 x equal 7 over 6 3x equal minus 10 x equal minus 10 over 3 بهذا الشكل. طيب كمان عم بيقول لي بدي اشتغل ال b of x equal 30، ولكن قلنا بدي اخذ هون ال expanded form، هذا هو ال expanded form لل b of x بس قال لي اعمل لها expand، فاذا 6x square plus 29x plus 30 equal plus 30. فإذا حيصير عندي 6x square plus 29x plus 30، هيدي plus 30 رح جيبها لهون، فإذا minus 30 بتصير equal 0، plus 30 minus 30 بتروح، فإذا 6x square plus 29x equal 0 صارت equal 0. بما انه صارت equal 0 فاذا لازم تكون factorized form، فاذا بدي اعمل factorize لهاي عن طريقة common factor بضل عندي 6x plus 29 equal 0، فاذا x equal 0 or 6x plus 29 equal 0 واللي هي 6x equal minus 29، فإذا x equal minus 29 over 6 بهذا الشكل. بعدين عم يسألني رقم 4 عم بقول لي let c of x equal a of x minus b of x، وبالسؤال عم بقول لي factorize c of x. دايما بس يقول لي أي expression هي a على b او a minus b دايما باخد الفاكتورايزد فورم على طول. فاذا انا هلا بدي اكتب انه c of x هي
هي a of x minus b of x. باخد مين؟ دايما باخد الفاكتورايزد 4. فإذا c of x equal ال a of x اللي هو هذا شكله الفاكتورايز، يعني 6x minus 7 into 3x plus 10 minus ال b of x واللي هذا هو شكله 3 plus 2x 3x plus 10. ولكن بنمبر 4 قال لي فاكتورايز لل c of x، بدي اعملها لل c فاكتورايز. فاذا ايكوال مبين انه في عندي هون كومن فاكتور واللي هو 3x plus 10. فاذا اخذت 3x plus 10 بضل عندي من اول اكسبريشن 6x minus 7 minus وبضل عندي هون 3 plus 2x equal الكومن فاكتور عطول بحطه مثل ما هو البراكت بصير parentheses 6x minus 7 parentheses قبله minus فبقلب اللي جوا بتصير minus 3 minus 2x equal 3x plus 10 6x minus 2x هي 4x minus 7 minus 3 هي minus 10. فإذا هيك بكون عملت factorize للسي. أكيد في يكفي أنا إنه بياخد من هون 2 common factor، ولكن هذا الشيء كافي. ولكن إذا بدي كفي ففي أخذ من هون 2 common factor، فهيدي 2 بضل عندي 3x plus 10 4x over 2 اللي هي 2x minus 10 over 2 اللي هي 5 بهذا الشكل. Number 5 عم بقول لي let h of x equal a of x على b of x. ببارت a عم بقول لي for what values of x is h defined، يعني بده الدومين of definition. ببارت b عم بقول لي simplify h of x، رح اشتغل البارت a والبارت b مع بعض. فإذا بارت 5 عم بقول لي h of x equal a of x على b of x، ولكن نحن قلنا بس يقول لي بهذا الشكل. فإذا أنا بدي أخذ الفاكتورايزد فورم ال a of x اللي هي شكلها 6x minus 7 into 3x plus 10 وال b of x اللي شكلها 3 plus 2x into 3x plus 10 ببارت a. فإذا قلنا عم بقول لي جيب الدومين of definition for what values of x، يعني بدي الدومين of definition. فإذا اللي تحت يعني الدينومينيتر ممنوع يكون صفر. فإذا 3 plus 2x different than 0 and هون بقول مش or 3x plus 10 different than 0. فإذا 2x does not equal minus 3 3x does not equal minus 10. فإذا x does not equal minus 3 over 2 and x does not equal minus 10 over 3. فإذا شو معنات هذا الحكي؟ this fraction is defined، يعني هذا الفراكشن معرف for all values of x except minus 3 over 2 and minus 10 over 3. هلأ بكون جبت الدومين، بعدين عم بقول لي اعمل simplify لل f of x. دايما نحن قلنا بجيب الدومين بعدين بعمل simplify، ما في اعمل simplify قبل الدومين، هذا الحكي غلط. فاذا رح كفي هون بس يقول لي اعمل simplify، برجع بكتبها لل h مثل ما هي اللي هي 6x minus 7 into 3x plus 10 على 3 plus 2x into 3x plus 10. بدي اعمل simplifying بين 3x plus 10 مع 3x plus 10. فاذا بتضل 6x minus 7 over 3 plus 2x. هذا هو simplified
فورم للاتش. طيب بعدين عم يسألني، عم بيقول لي solve h of x equal minus 2. solve h of x equal minus 2، اكيد اني باخد simplified form h of x equal minus 2. فاذا 6x minus 7 اللي هو هذا الشكل على 3 plus 2x بتساوي minus 2. minus 2 بحطها over 1 cross multiplication. فإذا 6x minus 7 equal minus 2 into 3 plus 2x. فإذا 6x minus 7 equal minus 6 minus 4x. 6x plus 4x، الشي اللي عم بعمله اني عم جيب الاكس عميلي والارقام عميلي. فإذا 10x equal 1، فإذا x equal 1 over 10. هيك بكون عملت solve لهيدي الايكويشن. باخر بارت، بارت دي، عم بيقول لي rationalize the denominator of h of radical 3. طيب عم بيقول لي rationalize، نحن بنعرف نعمل rationalize، بس هذا الشكل ما معي اياه، انا معي ال h of x. هو عم بيقول لي اعمل rationalize لل h of radical 3. طب بما انه انهي الشكل ما معي، فاذا بدي اجيبه ال h of radical 3 بدي اجيبه. فاذا ال h of radical 3 شو يعني h of radical 3؟ يعني محل الاكس بدي حاط radical 3. فاذا هي 6 radical 3 minus 7، من هون عم جيبها بس محل الاكس بحط radical 3 على 3 plus 2 radical 3. طب هيدي ال h of radical 3 بدي اعمل لها راشيونالايز، بضرب بالكونجوجيت اللي هو 3 minus 2 راديكال 3 فوق وتحت اكيد. حتصير تحت دائما هي a plus b a minus b، فاذا هي a سكوير minus b سكوير. فوق بدي اضرب على الديستريبيوتيفيتي، يعني 6 راديكال 3 بدي اضربها مره ب 3 ومره ب ماينس 2 راديكال 3. فاذا هي 18 راديكال 3. بعدين بدي اضرب 6 راديكال 3 مع ماينس 2 راديكال 3، يعني 6 مع الماينس 2 والراديكال 3 مع الراديكال 3. فاذا ماينس 12 راديكال 3 سكوير، لانه 3 مع 3. هلا الماينس 7 نفس الشيء، مره مع 3 ومره مع ماينس 2 راديكال 3. فاذا ماينس 21 بلس 14 راديكال 3 ايكوال تحت عندي 9 ماينس هذا الباور بيتوزع لهاي ولهاي، فاذا حتصير 2 سكوير راديكال 3 سكوير. فوق عندي 18 راديكال 3 بلس 14 راديكال 3، يعني هي 32 راديكال 3 لانه جمعت ال 14 مع ال 18. هلا هون عندي ماينس 12 راديكال 3 سكوير، بيروح سكوير مع الراديكال فبتطلع عندي ماينس 12، ومن هون بيطلع عندي 3 بصير ماينس 36 ماينس 21 بصير عندي تحت عندي 9 ماينس 2 سكوير هي 4 وهيدي 3 يعني بصير 12. وفوق عندي 32 راديكال 3 ماينس 36 ماينس 21 هي ماينس 57. فإذا الجواب النهائي هو 32 راديكال 3 ماينس 57 اوفر ماينس 3. وفيني اشتغل انه طلع الماينس اللي تحت لفوق، فبصير تحت عندي 3 الماينس بتصير لكل الارقام اللي فوق، فبيصير عندي minus 32 radical 3 plus 57 over 3 بهذا الشكل.